أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن اختياره كل من طارق يحيى مدربا عاما ومدحت عبد الهادي مدربا مساعدا وحسين السيد مديرا للكرة في الجهاز المعاون البرتغالي أوغوستو إيناسيو. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين رئيس نادي الزمالك والمدير الفني من أجل تشكيل جهاز معاون جديد عقب الخسارة من الأهلي في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز. كما أعلن رئيس الزمالك استمرار أيمن طاهر مدرب حراس مرمى وإسماعيل يوسف رئيس جهاز للكرة، موضحا أن الجهاز الفني الجديد عقد جلسة مع المدير الفني البرتغالي وتم خلالها الاتفاق على كافة الأمور.